ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هتكلم على برج العقرب، ايه الاشياء الساره الموجوده خلال اخر 10 ايام من شهر سبتمبر لعام 2021. لا صراحه احنا عندنا حاجات مميزه جدا جدا واخبار مميزه كتير واشياء ساره جدا، لكن كتير عنده متخوف كده وقلقان كتير من ان الشمس هتروح لبرج الميزان وده بيتنا ال 12 وهيدي تاثيرات مش لطيفه وي وي وي. لكن اللي انا عايزه اقوله لك ان انت عندك اشياء تانيه مسانده او عوامل اخرى مسانده يا اصحاب برج العقرب، وهي فكره الاصرار والاراده القويه الموجوده عندك. ولو انا هتكلم على الاشياء الساره فاعتبرها اول نقطه موجوده عندك من ضمن الاشياء الساره. خلينا بس نفهم التكتيك كده الدنيا ماشيه ازاي. برج العقرب انت عندك فيه نوع من انواع الطموح القوي قوي قوي، وعندك فكرة ان انت اعذروني اتوجعت واتقرصت بسبب مواقف قوية كانت عليك وشديدة جدا جدا، فبقى عندك حتة العزم ان انا يا فيها يا خفيها هقوى وهقدر وهوصل وهحقق وهنجز. فانت بقى عندك حتة الاصرار والارادة، فبقى عندك لما يكون الشمس موجودة في بيتك ال 12 اي في اعداء وفي منافسات وفي مش عارفة ايه، فهتكون انت قد التحدي. امشوها بالراحة بالراحة، هتلاقوا ان انتوا حتى كمان مع الوقت هتفهموا ده كويس قوي قوي، هتعرفوا كويس قوي ان احنا داخلين على فترة التحدي بيطلع من جواك القوة كلها، فبتكون قد التحدي والاصرار والارادة اللي جواك بيوصلوك فعلا لهدفك. فانت قد التحدي وهدفك بيوصل في الاخر. يمكن بتقابل بعض العكوسات او بعض شوية الاعداء او تشويه في السمعة او حاجات كتير هري هري هري، بس في الاخر انت منتصر عليه. فما يهمنيش اللي في النص، ما دام انت انتصرت عليه في الاخر وقد التحدي وقد حلمك او قد وصولك للهدف ده هتوصل خلاص. يبقى انا بالنسبة لي دي من ضمن الاشياء السارة، فدي اول نقطة لانها مهمة جدا جدا. غيرك لما بيتحط في مكانك بيلوس بيلوس، اي بالمصري يعني بيفرفر، يعني ما بيقدرش ان هو يواجه، بيبقى مش قد التحدي. ولو تفتكروا ان في بعض الابراج اللي مرت بنفس الموقف اللي قلت لكم ان هم مش قد التحدي، ففي ابراج بحذر ان هم ما يدخلوش تحدي اصلا، مش منافسة، مش منافسة بقبل حد، لا تحدي ايا كان التحدي ايه. لكن برج العقرب انت قد التحدي وعندك اصرار وقوه هيوصلوك بشكل رائع جدا جدا جدا. طيب النقطه الثانيه وهي ان احنا عندنا شيء مميز كتير اسمه كوكب الزهره، لذيذ وامور وكيوت وبيجيب لنا كل الخير في الامور العاطفيه، موجود عند سيادتك يا برج العقرب. يعني موجود في برج العقرب بيدي نوع من انواع اللطف الحب الايجابيه جدا جدا، ان انت مبسوط كتير بشكلك ومظهرك الخارجي لانك مهتم كتير بمظهرك الخارجي، مهتم كتير بان انا اخس، ان انا اتخن، ان انا اغير، ان انا البس الوان، ان انا اعمل ستايل مش عارفه ايه، ان انا كده يعني. فعندك يعني مبسوط من نفسك جدا، مبسوط من شكلك قوي، مبسوط من ستايلك قوي. فاذا الاجواء اقدر اقول ان فيها نوع من انواع الحب الذات، الثقه في النفس، فعندك ده. النقطه الثانيه اللي متعلقه بالامر ده ان انت عندك حب، عندك رومانسيه، مشاعر جديده بتتولد. مشاعر جديده بتتولد ليها علاقه باطارين شويه، خلوني بس اوضحه لكم. ان في شخص جديد تماما هو بيقرب منك، هو عايز ان هو يحسن معاك العلاقه، عايز ان هو يبقى في مشاعر حب رومانسيه، خطوبه زواج، يعني يبقى فيها لينك ما بينك وما بينه. كمان بالنسبه للناس اللي هم منفصلين من اصحاب برج العقرب فانت عندك رجوع كتير من الماضي ليك، وعندك اشخاص بالفعل سابوك عشان خاطر ناس تانية هيكونوا عايزين يرجعوا لك، بس مش سابوك عشان ناس تانية فهم دخلوا في مرحله جد، لا ممكن تكون خطوبه يفشكلوا الخطوبه ويرجعوا لكم، نسبه كبيره نسبه كبيره. ومش مش بتمنى ده، انا مش بتمنى ده، انا بتمنى ان اي اتنين بيحبوا بعض ان هم يكونوا مع بعض، لكن ما عنديش بقى فكرة ده مرتبط بمين ومش مين وما عنديش كده. بس الألفة والحب هو اللي بيخلي العلاقة تكمل، التفاهم اللي بيخلي العلاقة تكمل. فأنا يهمني ان كل اتنين يبقى فيه علاقة تكمل، عشان بعد كده بيبقى فيه ذرية بيطلع عين أمها في ان هما بيبقى حاجات كتشيرة. فخلي بالكم جدا جدا من النقطة دي. يعني انا عشان في ناس تقول لي طب ليه يسيب مش عارفة ليه بتقولي كذا كذا، لا انا يهمني انت بقى بيحبوا بعض، انتوا هنا بيحبوا بعض، انا يهمني اللي. لكن انا بتكلم من ناحية فلكية، يعني ماليش دعوة بي اللي انا عايزة، اللي انا عايزة ان اتنين يحبوا بعض خلاص يبقوا مع بعض بس. يعني ما تربطوش الامور الشخصيه او كلامي بشكل شخصي والحاجات اللي زي كده، عشان بلاقي من ده كتير. مش برج العقرب بالاخص، بس بلاقي ده من لا برج العقرب حبايبي جدا، بحسهم بيحبوني قوي بصراحه. ولا ايه؟ بص هو القلوب عند بعض، يعني ندخل في الموضوع تاني عشان احنا بنخرج بره المواضيع وبنطول قوي.
المهم فبرج العقرب انت عندك حب، عندك مشاعر، عندك ان الشخص اللي سابك بيرجع لك مره تانيه ايا كان ايه، ماليش دعوه. فانت عندك مشاعر حلوه، رومانسيات، حاله من الندم عليك جدا، في حاله من الالفه. طب اكتر الابراج اللي هيكونوا عايزين يرجعوا لبرج العقرب، في ناس ابراج تانيه بيشتموني، المهم هقولهم. الابراج الترابيه، برج العذراء والجدي بشكل قوي جدا جدا جدا، والصور بيديهم. هما الابراج الترابيه عامه، بس العذراء بشكل قوي قوي عايز ان هو يرجع للعقرب، عاشق للعقرب جدا جدا. طيب بالنسبه لي الابراج اللي بعد كده هم الابراج المائيه، واولهم برج السرطان. برج السرطان برضو نفس الموضوع، عاشق جدا جدا لبرج العقرب وعايز يرجع له باكبر قدر. الابراج الهوائيه، برج الميزان عايز يرجع له باكبر قدر ويحسن معاه العلاقه بشكل قوي. اما بالنسبه وعلى فكره في خطوبة أو زواج بتتحدد، أو في خطوبة أو زواج فرحة، في إن عارف فكرة من الآخر كده، في خطوبة لولي لولي اتفاق كاتب كتاب، مناسبة سعيدة تخص أصحاب برج العقرب. والأبراج اللي أنا بتكلم عنها بنسبة كبيرة جدا، يعني لو هتكلم على كل برج يبقى العذراء، السرطان، الميزان، من الأبراج النارية هو برج الحمل. فالأبراج دي عندهم حتة اللي هم ترابط أكتر، حب أكتر، زواج، رومانسيات، فالحاجات اللي زي دي. أما بقى بالنسبة للناس اللي هم بالفعل مش مرتبطين، عندنا حب، عندنا يعني الأجواء العاطفية بشكل عام فيها خطوة جديدة، فيها أمر ما مهم جدا، في مولود عند المتجوزين من أصحاب برج العقرب، في إن إحنا بنتفاهم مع بعض، بنتحسن في العلاقة أكتر، ففي الأجواء دي مميزة كتير كتير كتير، الأجواء العاطفية بشكل عام. أما بقى بالنسبة لأصحاب برج العقرب هقول لكم على حاجة البعض يفكرها إنها أمر سلبي، ولكن هي ليها علاقة بشيء صار وإيجابي كتير. عارف الكلام عليك جدا، عارف لما انت حد يتكلم عليك كلام سلبي كتير، وسلبي كلام سلبي وتشويه في السمعة وحاجة قهر كده، حاجة مش حلوة خالص طالعة من الناس مش حلوة خالص، بس في الآخر ان كل الكلام ده يتقلب للضد للأشخاص دي ويتقلب لحاجة حلوة كتير ليك. بالظبط ده اللي عندك. عارف بالظبط اكتر الناس اللي هم يعني عارف اللي هو فكرة انك تتشتم تتشتم تتشتم، تتشهر تتشهر تتشهر، تتبهدل في امور معينة مثلا، او يتكلم عليك او تشويه في السمعة، وتبدأ ان انت تبرر، لا ده انت معاك حق، فيبدأ الناس في صفك جدا. ففكرة اللي هو ان الكلام عليك كتير بيعلي منك، بيشهرك، مش بيشهرك شهرة، ممكن اقول عادي لو انت شخص مشهور تتشهر اكتر، بس في نفس الوقت ان انت في مكانك في مجالك بتتشهر، في مكانك في مجالك في في في, في ما بين اصحابك، ما بين مش عارفه مين، في الاجواء المحيطه بيك، وده بيخلي ان الجنس الاخر يبقى اللي هو عارف فكره لا انت حلو جدا، انت بص ما فيش منك اتنين، هحبك هحبك، فاللي هو عارفين الاجواء دي، ففي اللي هو قادرين نجذب الناس بمغناطيس بسبب ان في كلام بيتقال علينا، لا اشخاص بيبصوا علينا اكتر، يركزوا معانا اكتر، يشوفوا الكلام ده صح ولا مش صح، لو مش صح يقربوا اكتر. فاهمين اقصد ايه؟ ما انتوا لو خدت بالكم من نصايح انا قلت لكم حاجه، ان احنا نخلي بالنا من افعالنا وتصرفاتنا وكلامنا، عشان مش عايزين حد يمسك علينا غلطه. وده اللي انا بقوله عشان خاطر في ناس هتركز معاك قوي، فلما يركزوا معانا قوي يلاقوا ان احنا ايجابيه كويسين، ما فيبدا نشدهم. اما بقى بالنسبه لي برضو الاشياء الساره او الحاجه الساره، خلوني اقول اخر نقطه، وهي ان انت هيكون عندك فكره التغيير القوي جدا جدا، التغيير في حاجه، التغيير في ان انت بتقطع سلسله الماضي وعايز تفكر في الامور الجديده. سلسله الماضي اللي ليها علاقه بايه؟ بالمواجع، اللي ليها علاقه بالمشاكل، او ليها علاقه بان انت بتلوم نفسك كتير وبتعاتب نفسك كتير وحاسس ان انت بتضيع وقت على حاجه او على تفكير حاجه في حاجه ملهاش لازمه خالص، او وقتها راح، او الحاجات اللي زي دي. فبتبدأ ان انت تفصل من موضوع في الماضي مأثر عليك بطريقة سلبية، وبتفكر في الوضع بشكل ايجابي او بشكل مستقبلي. فدي نقطة انا شايفاها من النقاط الايجابية كتير قوي قوي، لان برج العقرب كان متعلق بسلسلة من الماضي مش قادر ان هو يسيبها او تسيبه، لا لكن انت هتقدر ان انت تقطع السلسلة دي، سواء حب تعبك، سواء شخصية انت مش عارف تنساها، سواء موقف حصل لك مش عارف تنساه، سواء مش فعندك الحاجات دي. يعني هقول لكم على حاجة، ممكن يكون موقف بسيط جدا، يعني ممكن يكون موقف ان انت تعرضت لسرقة زي حالاتك، اللي هو مش قادر تنسى الموضوع. عارفين والله العظيم انا كل ما افتكر الموقف اللي هو اللي انا تعرضت فيه للسرقة ده جسمي يوجعني،
يعني بجد بتعب، جسمي بيوجعني جدا جدا، واللي هو ببقى عارفين اللي هو ببقى مش عارفه يعني، اللي هو نفسي الوقت ده يجي تاني مش عارف. مع اني مش الفكره ان موبايلي هو يعني موبايلي كان عزيز عليا قوي قوي يعني، فلو بس فكره ان حاجه تتاخد منك كده يعني، مش الموبايل نفسه بس الحاجه تتاخد، وموبايلي انا من نوع على فكره يا جماعه ان انا ببقى يعني عندي الحاجه بتعز عليا قوي يعني، مثلا قلم زي ده يعز عليا جدا جدا ان انا اضيعه بجد والله، في مش بخل، بس في انا عندي حاجه كده بتبقى عزيزه عليا ما اعرفش ان انا اوديها في اي حته، فان يكون ان حاجه تتاخد مني وغصب عني دي بالنسبه لي قسوه شديده. المهم قلت لكم نقطه ضعف غصب عني. المهم انا بشكركم جدا وبحبكم كتير. بصوا هو برج العقرب بيطلع منه مني كلام كده معاه كتير يعني، فاللي هو مع انكم غامضين بس انا المهم بشكركم بحبكم، بتمنى لكم فعلا كل الاشياء الساره تكون ليكم وتحت طلبكم، بتمنى منكم انتم الايجابيه، وبتمنى منكم ان انتم تكونوا يعني عندكم ثقه في الله اكتر وايجابيين اكتر الفتره اللي جايه عشان كل الاشياء الساره تكون من ليكم يعني، عشان اقدر ان انا املك حاجه ايجابيه فعليا ان انا كمان اكون ايجابي. بشكركم، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.